الله يسامحك يا كوكب على هالعملية لك، شلون بتتركيني نايم لهلا لك امي؟ انت نمت متأخر، شي الساعة 8 9 بدك تقول. شو ظريف هالصاحبك، شو اسمه قلت لي؟ مين صاحبي؟ لك هذا مخلص، مبين عليه ابن حلال. ايه ابن حلال مصفي. صعي امي، شفتي لي اسوارتي الذهب كنت حاططها على المجلة؟ لا ما شفتها، لا تكوني نسيانة ولا ناترتيها هون ولا هون. لك لا امي، امبارح شلحتها قبل ما اجلي وحطيتها على الرف. وين بدها تروح يعني؟ دوري عليها مني. الله يعطيك العافية يا مخلص. لك تقبرني ليش هيك عم تدعي على رفيقك؟ حرامك طيب. لا امي ما في شيء ما في شيء. لك عواطف، كويتي لي الشال الازرق. انو شال امي؟ شال الجيران، شو بيعرفني؟ كويتي لي كنت حاططه على الحبل. امي والله ما شفته. شراب اخي شال رح يبرد. شو لا تعجني يعني؟ جني؟ لا مو جني هاد. هذا واحد سعدان اللي اخذه. شو هاد لك عواطف؟ ليش هيك السمكات عم يسبحوا فيها كاسة الشاي؟ كما تصفيها؟ جيبي لي سنارة صيد لصيده. والله معك حق أخي، فتر راسي على مصفاية الشاي وما كنت لاقيها، حتى سأل أمه. إنك اتنانكت للمطبخ، كنا نلاقيها للمصفاية أبداً لا تغلب. مصفاية؟ لك إيه المصفاية؟ الله يعطيك العاصفة يا مخلص، لك مدني نفسك لمصفاية؟ يلا خاطرك أمي. رح أكمل الشاي. سمك ولا بلا سمك؟ لك أروح يا، لسه بيمزح معي. شو صار لك؟ شو بيعرفني؟ لك ليش هي منفوخة؟ نحفية مثلي، شلون بلف أنا ليكي قد شرية؟ يلا رح نحفها أمي، رح نحفها. لك عماد؟ عماد؟ لك عماد؟ شو هي؟ لك شو هون هي؟ لا شلون نايم هون؟ لا ماني نايم. لحظة، ماني نايم هون برو. وينك كيف؟ بعد لي بعد بعد. لحظة أنا هون، ليكني أنا هون نايم هون.